هناخد النهارده مراجعه على الباب الثالث اللي هيجي لك فيه الامتحان. تعالوا شويه لما نتكلم على الامتحان بتاع الباب الثالث، او الامتحان هيبقى شكله ايه. زي ما انت سيادتك عارف طبعا، الامتحان هيبقى من 40 درجه. ال 40 درجه دول متقسمين ازاي؟ هيبقى بالظبط 4 اسئله، كل سؤال ب 10 درجات. الاسئله نوعها ايه؟ هيجي الاثنين، هيجي اسئله مقاليه وهيجي اسئله صح وغلط مع التعليل. وزي ما احنا متفقين، كلمة مع التعليل معناها لو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه. لو صح هتشرح، ولو غلط هتصوب لي الغلط ده وتشرح لي. وهناخد دلوقتي أمثلة. هيجي لك أسئلة اختياري، السؤال بس هتختار مثلا الإجابة الصح مما بين الأقواس، أو هجيب لك 4 حاجات تختار من بينهم وخلاص. بلس بقى كل ده الأسئلة المقالية. طيب هتذاكر منين؟ هتذاكر من الفيديوز بتاعتك ومن الفيديو بتاع المراجعة بتاع النهاردة. هما حوالي هيبقوا 4 أو 5 فيديوهات هتذاكرهم، يبقى معاك ال 40 درجة. طيب تعالوا بينا نبدأ بقى. أول درس خالص اتكلمنا فيه عن مكانة المرأة المصرية عبر التاريخ، وقلت إن المرأة المصرية مرت عبر التاريخ المصري بعدة، أو أخذت حقوقها على عدة مراحل. يعني مثلا عندك في العصر القديم اللي هو العصر بتاع قدماء المصريين، أخذت المرأة معظم حقوقها زي حق اختيار الزوج، حق الطلاق، حق التملك، وأخذت وضعها في المجتمع، وكان في مساواة ما بين الرجل والمرأة في الميراث وفي الحقوق والواجبات. ومن ضمن الأدلة إن المرأة كانت لها مكانتها العالية جدا في مصر القديمة إن هي قامت أو بحكم البلاد. تمام؟ من أمثلة السيدات اللي حكموا مصر الملكة سبك نفرو، وقلت إن أنا عايزة بس أعرف عنها إن هي حكمت مصر لمدة 3 سنوات. الملكة حتشبسوت من أقوى الملكات الذين قمن بحكم مصر، ومن أهم أعمالها إن هي بعتت أسطول كبير، علشان أسطول تجاري كبير. وممكن برضو تكتب من ضمن أعمالها إن هي قامت ببناء المعابد مثل معبد الكرنك، مفيش مشاكل لو من الريفرنس السابق. يعني الملكة تي قامت بحكم مصر في فترة كبيرة جدا من الزمن. فدول الـ3 ملكات اللي حكموا مصر، واللي بيدلوا على إن المرأة المصرية كان ليها مكانة خاصة في عصر قدماء المصريين. العصور الوسطى اللي هي بتاعت الفترتين ظهور الديانة المسيحية وظهور الديانة الإسلامية، المرأة في المسيحية تقريبا أخذت معظم حقوقها، من أهمها إن حقوقها السياسية. وفي الإسلام كانت المرأة مساوية للرجل، أخذت حق التعليم، أخذت التمتع بحياة كريمة، برضو أخذت اختيار الزوج، وكان ليها دور كبير جدا في المجتمع. زي ان هي كانت بتشارك في الغزوات على اساس ان هي كانت بتسقي الجنود، او بتقوم بتجهيز الطعام، او بتقوم باسعاف الجرحى في الحروب. من اكثر الحروب اللي ظهر فيها دور المرأة المسلمة او في حقبة الإسلامية كانت موقعة اليرموك او غزوة اليرموك. يبقى المرأة في المسيحية أخذت حقوقها، وخاصة الحقوق السياسية، وفي الدولة الإسلامية أخذت حقوقها كاملة، وظهر دورها في الغزوات مثل غزوة اليرموك. في العصر الحديث بقى، هو ده اللي كان فيه شوية كلام كتير كده، إن في العصر الحديث محمد علي أول واحد اهتم بالمرأة، والدليل على كده إن هو عمل لها مجموعة من المدارس. مين اللي عمل المدارس دي؟ كان رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين، طلب من الاتنين دول إن هم يعملوا مدارس للبنات أو للسيدات. وبعد كده لما الدنيا اتطورت شوية، بدأ المرأة دورها يظهر أكتر في عهد مصطفى كامل، لما عمل الحزب الوطني، عمل جزء في الحزب الوطني، أو عمل مجلس في الحزب الوطني خاص بالمرأة. اللي عملت المجلس ده واحدة اسمها انشراح شوقي. انشراح شوقي كانت أول واحدة يبقى ليها دور سياسي في الحزب الوطني، أو أول واحدة أصلا مرأة في مصر يبقى ليها دور في الحزب السياسي. كان ليها دور في أي حزب؟ كان الحزب الوطني، اللي عمله مين؟ مصطفى كامل. بعد كده بعد ثورة 1919 خرجت المرأة لأول مرة في المظاهرات، وعلى دورها السياسي من مجرد إن هي بتشارك كده في الأحزاب السياسية، لأن هي قامت بالخروج في المظاهرات. طبعا من أهم 2 خرجوا في المظاهرات، صفية زغلول اللي هي أصلا مرات سعد زغلول، وهدى شعراوي. وبعدين المرأة برضو طلبت بالاستقلال عن اللي اسمه ايه ده، عن الاحتلال الاجنبي. الحته دي مهمه بقى. لما قامت ثوره 1952 دورها السياسي كبر، وبقت عضوه في البرلمان زي ما اخذنا قبل كده في جريد 9 والكلام. طيب ده كان اول جزء من الفصل بتاع المراه. تاني جزء كان بيتكلمني على دور المجتمع في النهوض بالمراه، يعني المجتمع يعمل ايه علشان المراه تبقى احسن. قلنا اهم حاجه ان يقضي على الاميه بين النساء،
رقم اتنين طبعا كل ما تنشر التعليم كل لما دور المرأة بيكبر. رقم اتنين تعزيز دور المرأة في المجتمع، اديها ادوار يعني، اصدار تشريعات لحماية حرية المرأة، وقلنا ممكن نشيل كلمة تشريعات ونحط مكانها قوانين، دعم منظمات المجتمع المدني النسوية اللي هي المنظمات المجتمع المدني الخاصة بحقوق النساء فقط، مش يعني مش تبقى منظمة مجتمع مدني مثلا زي رسالة أو زي الأورمال وفيها جزء من المرأة، لا ده في مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني خاصة بالمرأة، دعم الاتجاه نحو احترام المرأة والاهتمام بيها في المدارس والجامعات. وجيت كمان اتكلمت لك على اللي هي اضف الى معلوماتك ده، وكنت شرحتها لك، قلت لك ان اول حزب نسائي مصري كان برئاسه واحده اسمها فاطمه نعمت، او فاطمه نعمت راشد، او فاطمه راشد، شوف انت عايز تكتب ايه يعني. دي اول واحده عملت اول حزب سياسي للمراه، كان اسمه الحزب النسائي، بس كانت اعضائه من الستات. وكلمت كمان على ان سعد زغلول كان بيدي مكافآت لشيوخ الكتاتيب اللي كانوا بيعلموا المرأة، مما ادى الى زيادة التعليم في عهد سعد زغلول. كل الحاجات دي ادت الى النهوض بدور المرأة في المجتمع. شوف بقى كنت بحاول انهض بدورها من امتى. رجعت، دي كان تاني جزء من الباب. الجزء الثالث كان بيتكلم لي على المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. قبل ما أذكر الجزء الثالث، طبعا انت لو رجعت للفيديوهات بتاعت الشرح هتلاقي الشرح مفصل لكل اللي انا بقوله ده، انا براجع في السريع يعني قبل لما نحل شوية بتاع أسئلة. المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قلت لك إن الدول أصدرت مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، يعني هم عملوا ميتنج كبير بقى علشان حقوق المرأة بس. من أهم الاتفاقيات دي اتفاقية الحقوق السياسية 1952، والتاريخ معانا، والاتفاقية دي نصت أو أعطت للمرأة حقوقها السياسية اللي هي كانت إيه؟ حق التصويت في الانتخابات، حق إن هي تبقى تتقلد المناصب العامة، يعني تبقى وزيرة، مديرة، أيا كان، والترشح لجميع الوظائف، أي وظيفة، مش لازم تبقى وظيفة خاصة بالمرأة. الاتفاقية الثانية الاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية دي اللي أدت إلى المساواة ما بين الرجل والمرأة، دي أول حاجة. والحاجة الثانية أدت إلى قلة التمييز ما بين الرجل والمرأة في المناصب العليا وفي الدولة بشكل عام. وساعتها شرحت لك إن القوانين دلوقتي بتكفل إن الست والراجل هما الاثنين لو دخلوا منصب معين يبقى لهم نفس الراتب. هو أنت ما بتحددش الراتب على أساس الجنس البني آدم اللي قدامك، أنت بتحدد الراتب على أساس إيه؟ على أساس الكفاءة. فأنت راجل أو ست، دلوقتي في قوانين بتحمي المرأة أو بتؤيد المرأة في الموضوع ده، اللي هي القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اللي هي الاتفاقية اللي أنا مشتركة فيها دي. كل الكلام ده ممكن تراجع عليه في الفيديوز بتاعت الشرح. آخر حاجة خالص اتكلمت عنها في الفصل ده أو اللي قبل الأخيرة كان المجلس القومي للمرأة، وهو منظمة عملتها الحكومة المصرية للاهتمام بحقوق المرأة. اختصاصات المنظمة دي أو المنظمة دي بتعمل إيه؟ بتحافظ على حقوق المرأة، بتحاول النهوض بالمرأة، بتساعدها يعني، بتبدي رأي المرأة في جميع الاتفاقيات الدولية والعامة، بتنشئ مركز لتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بالمرأة، يعني كم ست متعلمة، كم ست غير متعلمة، وهكذا. وطبعاً أهم حاجة في دول أو أهم حاجة بتعملها بيعملها المجلس القومي للمرأة طبعاً إن هو بيدعم دور المرأة في المجتمع، وبينشر الوعي بأهمية دور المرأة في المناهج التعليمية وفي الجامعات. ده اختصارا للباب. آخر حاجة كانت في الباب نماذج نسائية رائدة، اديت لك خمس سيدات، أو هو مدي لك خمس سيدات، هدى شعراوي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، نبوية موسى، وملك حفني ناصف، درية شفيق، وحكمة أبو زيد. الخمس النماذج النسائية الرائدة دول أنا طلبت منك أن أنت تختار منهم، كان عندنا هومورك تختار منهم نموذجين لامرأتين، يعني أنت هتقراهم الخمسة، وأنت اخترت منهم اتنين وكتبت عن حياتهم وأهم إنجازاتهم الموجودة في الدولة. الاتنين دول حضرتك هتحفظهم علشان أنا هجيب لك سؤال، السؤال ده في إيدك بقى، أنا هجيب لك سؤال أقول لك اذكر شخصيتين من نماذج أو الشخصيات الرائدة للمرأة في مصر واتكلم عنهم، فحضرتك أوريدي أصلا بعتهولي هوم ورك، الورقة دي بقى أنت اللي تذاكرها، يعني أنت هتختار ستتين وهم دول الأكتر اتنين عجبوك أو دورهم علم معاك قوي، هم دول اللي هتكتبهم لي فين في ورقة الإجابة يعني. طيب كنا حلينا في فيديو كده
موجود عندك تدريبات على حقوق المرأة واحد الجزء الأول يعني. اوريدي خلاص احنا حلينا الشيت ده، فأنا مش هتكلم عنه تاني، ارجع للفيديوز. ده تاني شيت لحقوق المرأة، المفروض ان انت كنت اصلا حليته هوم ورك وبعتهولي، تعالوا مع بعض لما نحله سوا. بيقول يقاس رقي المجتمع وتحضره بمدى مشاركة المرأة فيه من حيث المجالات المختلفة من خلال العبارة السابقة، وضح حدد الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع للنهوض بالمرأة. المجتمع هيعمل ايه عشان ينهض بالمرأة؟ احنا لسه قايلين دلوقتي رقم واحد ان هو يحاول يقضي على الأمية بين النساء، رقم اتنين ينشئ مجالس خاصة بالمرأة زي المجلس القومي للمرأة، رقم ثلاثة وضع قوانين لحماية المرأة، رقم أربعة بتشارك أو يمنح الحرية للمرأة أن هي تشارك في جميع المناصب الخاصة بالدولة، أدخل أي منصب أنا عايزاه، رقم خمسة أن المجتمع يعطي للمرأة حقوقها كاملة من أهمها حق المساواة مع الرجل. ودي كان أول إجابة أول سؤال. هم زي ما قلت لك في الجزء بتاع دور المجتمع في نهوض المرأة ده تقريبا 7 أو 8 بوينتس كده، احفظ منهم اتليست 4 مثلا. بعد كده عندي أجب على الأسئلة التالية: متى نشأ أول حزب سياسي مصري؟ إحنا قلنا سنة 1942 تحدث عن هذا العنصر، إيه اللي حصل بالظبط؟ هقول له إن أول واحدة فكرت تعمل حزب سياسي مصري كانت سيدة مصرية عملت لي الحزب اسمه الحزب النسائي، وده كان حزب خاص بالمرأة فقط، وكان اسمها فاطمة راشد. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل ايه تاني؟ السؤال بعد كده بيقول لي اذكر دور سعد زغلول في تعليم المرأة. سعد زغلول عمل ايه عشان يعلم المرأة؟ قلنا ان سعد زغلول أعطى فلوس أو أعطى فلوس زيادة للشيوخ الموجودين في الكتاتيب، لو ما انتش فاكر كلمة الكتاب ممكن تكتب المدارس عادي، علشان يعلموا المرأة، وقال إن المرأة أو كل شيخ عنده مرأة هياخد ضعف اللي بياخده لو هو بيعلم ولد. طيب استمر اعتقاد المجتمع، ماذا يحدث إذا استمر اعتقاد البعض في المجتمع المصري بضعف قدرات المرأة مقارنة بالرجل؟ إيه اللي هيحصل لو كان المجتمع المصري لسه عنده نفس الأفكار القديمة إن الراجل يعني قدراته العقلية والجسمانية أكتر من المرأة؟ طبعا لو حصل الكلام ده سوف لن تأخذ المرأة حقوقها كاملة، لن تقوم المرأة بتقلد المناصب العليا في الدولة، محدش هيديني منصب عالي لأن هو بيقولي إن أنا ما عنديش أصلا قدرات عالية، ومش هيبقى فيه مساواة ما بين الرجل وما بين إيه وما بين المرأة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تأمل وجهات النظر التالية لأفراد مختلفين ثم عبر. بيقول لك وجهة نظر واحد لا يصح أن يساوي المجتمع بين الرجل والمرأة. طبعا رأيك هيبقى العبارة غير صحيحة، دي معروفة يعني من خلال الدرس، حتى لو حضرتك ليك رأي تاني فأنت تحتفظ بيه لنفسك، احنا عايزين رأيك من خلال الدرس. لا يصح أن يساوي المجتمع بين الرجل والمرأة. طبعا رأيي إن العبارة خاطئة، إن المساواة أصلا موجودة في الحقوق والواجبات منذ القدم، وبتحس عليها الديانات السماوية. المرأة نصف المجتمع بل أكثر، طبعا إجابة صحيحة، المرأة نصف المجتمع عددا وهي كل المجتمع، لأن هي اللي تقوم بتربية النصف الآخر. الست أوكي ماشي، إحنا 100 مليون نسمة، الست 50 مليون نسمة والراجل 50 مليون نسمة، بس مين بيربي ال 50 مليون نسمة التانيين دول؟ المرأة. إذن المرأة هي كل المجتمع. أفضل العمل مع الذكور عن الإناث. طبعا رأيي إن العبارة خاطئة، لأن لا يختلف الذكور عن الإناث في شيء إلا في القدرات أو في الكفاءة، كفاءة العمل. اتجنب التعاون مع النساء في عملي، طبعا شيء خاطئ جدا، لان هناك مساواة ما بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة، طبعا عبارة صحيحة، ما فيش فرق ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وانا بأكد كده يعني. طيب ادي شيت نمبر 2. في كمان عندي احب بس افكرك واوديك الشيت رقم 3. شيت رقم 3 اللي انا قلت لك فيه اختار 2 من شخصيات الرائده اللي موجودين في الكتاب، وتحدث عنهم فيما لا يقل عن 5 أسطر من حيث نبذ عن حياتها واهم اعمالها. طبعا ده هيبقى له درجه وده هيبقى له درجه، فتقول الثلاث شيتات اللي انت ملتزم تبص عليهم او اللي انت تبص عليهم علشان تعرف الامتحان ممكن يجي ازاي. احب بس افكرك كمان ان انا هجيب لك اسئله اختياري تختار عادي جدا يعني ما بين 4 أو 3 حاجات، وكمان صح وغلط مع التعليل، وبأكد للمرة التانية التعليل لو الإجابة صحيحة
هتقول لي، هتشرح، لو الإجابة خطأ هتقول لي العبارة وهي صحيحة وتبتدي كمان إيه تشرح لي. هو ده كل اللي أنا كنت عايزة أقوله عن الامتحان.